الحقيقة أنا فعلا يعني سعيد جدا بوجود حضراتكم معانا النهاردة والمجهود الكبير اللي حضراتكم عملتوه، وأنا اطلعت يعني على ملخص يعني أرسله لي زميل المهندس نهاد رجب من 3 أو 4 أيام، ولما قريته يعني شعرت فعلا إن هناك من يعمل على رفع شأن هذا الوطن من خلال بحث إمكانية زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد. ويعني قلت لازم إن أنا آجي. الحقيقة أنا جاي، أنا يعني لما بقول للأستاذ عماد أنا عايز أسمع، يعني فعلاً عايز أسمع منكم ومن يعني يكون في انتراكشن بحيث إن إحنا نستفيد من الخبرات الموجودة في هذه القاعة، خاصة إن إحنا بنمر فعلاً بمرحلة حرجة. وانا امر بيا لما بقول نحن فنحن كشعب مصري بنمر بمرحله يعني فعلا تحتاج منا الى تضافر الجهود. طيب اين نحن الان ولاين نتجه؟ ويعني من وجهه نظري كيف تساعدوننا؟ من الناحيه السياسيه اعتقد الامور تسير من احسن الى احسن، وان شاء الله يعني بنهايه هذا العام تكتمل المؤسسات الدستوريه والديمقراطيه ونكون في وضع اكتمال، يعني هناك سلطه تنفيذيه كامله وهناك ايضا سلطه تشريعيه كامله، ونعمل في اطار دستور توافقي يجمع المصريين جميعا. وطبعا ده شيء ايجابي جدا ويعطي مناخ ليس فقط إيجابي للاستثمار ولكن أيضاً إيجابي للتعاون والعمل الجاد والحوار والنهوض بالمجتمع اجتماعياً ويعني واقتصادياً بلا شك. من الناحية الاقتصادية يعني احنا كل مرة بنعيد ان احنا عندنا نوعين من المشاكل. المشكلة الأساسية المشكلة الأولى هي موضوع البادجت ديفيسيت، العجز في الميزان، العجز في البادجت. هذا العجز ليس وليد هذا العام، يعني هو تحول الى عجز هيكلي بيتكرر كل عام. العام الماضي كان المتوقع 135 مليار في نهايه او في ختام العام المالي 2011 2012، وصل فوق ال 174، يعني 131 وصل ل 174. طبعا ده بيزيد من العبء علينا في هذا العام. هذا العام المتوقع 135 مليار مع القيام بالعديد من الإجراءات. بنعتقد ان احنا يعني يجب ان نقوم بهذه الإجراءات من ناحية خفض النفقات او ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات حتى نستطيع ان نقوم بإصلاح مالي يعيننا في المستقبل، ليس فقط هذا العام ولكن ايضا في الأعوام المقبلة ان شاء الله. من ناحية خلق فرص العمل او من ناحية النمو، نحن نسعى الى تحقيق نمو اقتصادي. هذا ما موجود في الخطة، يعني موجود في خطة هذا العام اننا ننمو بحوالي 4 أو 4.5%. من ناحية فرص العمل يعني هذا لن، او من ناحية البطالة سوف يبقي مستويات البطالة كما هي، لان طبعا في ناس بتخش كل سنة في فرص العمل في سوق العمل، فتحقيق هذا النمو يكفل لنا ثبات نسبة البطالة كما هي. حتى نحقق ذلك لابد من توفير استثمارات قدرت الإخوة في وزارة التخطيط من خلال النماذج الرياضية الاقتصادية إلى 276 مليار جنيه، 100 مليار جنيه من الحكومة المصرية و 176 من القطاع الخاص، سواء إذا كان القطاع الخاص المحلي أو القطاع الخاص الأجنبي. تحقيق هذه الاستثمارات يعني في تقديري ليس صعبا بالضرورة، لأن السنة الماضية كان الاستثمارات سواء كانت حكومية أو غير حكومية برضو حوالي 230، فإحنا السنة دي لو بنطمع في أكثر من ذلك فيعني 40 مليار دوت رقم ليس يعني صعب الوصول إليه. بالتأكيد هناك لابد من وجود ظروف مواتية للاستثمار حتى يتحقق ذلك وحتى ينمو تتم الاستثمارات في مصر.
انا يعني انا الحقيقه يعني انا كنا احنا قاعدين في القاعه بنشتكي ان في بعض من في كثير من الاحيان ان هناك بيشاع في مصر جو يعني غير صحي من عدم التفاؤل، يعني مش اقول من الياس، من عدم التفاؤل، في حين ان جميع الشواهد على الارض ومن موقعي يعني اؤكد ان هناك الكثير الذي يدعو للتفاؤل، يعني رغم ان هناك من الصعوبات الحقيقيه لكن ايضا هناك من الشواهد الحقيقيه التي تدعو الى التفاؤل. فخليني يعني اعرض بعض يعني بدل ما اعرض التحديات خليني اعرض او اشارك مع حضراتكم في عجاله طبعا بعض الشواهد اللي بتؤكد ان هناك ضوء قوي ان شاء الله في نهايه النفق اللي هو ان شاء الله قصير. ويعني واطرح برضو بعض الاشياء التي اتطلع ان انا اسمع من البانل او من الفلور يعني ما نستنير به في عملنا. لو قلنا ان بالنسبه للامور اللي هي تبعت على التفاؤل، يعني مثلا انا اتذكر كويس او ان انا في اول يوم انا توليت فيه، يعني حلفنا اليمين يوم الخميس، انا يوم الجمعه كنت طبعا في مكتبي، جالنا جواب بزياره من رئيس الوزراء الليبي ووفد معه ان هم هيجي يوم السبت بالليل. حضرتك احنا طبعا يعني عارفين ان احنا جمعه وسبت اجازه، فالوفد جاي لنا يعني يوم السبت بالليل المقدمه بتاعته بحيث يبدا العمل يوم الاحد. طبعا بالنسبه يعني عدد من زملاء الوزراء منهم الكثيرين اللي كان بيبداوا عملهم لاول مره وما راحوش حتى وزارتهم. فبدات الوفود يعني تتوالى علينا وكلها بتاتي برسائل مبشره، ويعني مثلا لو قلنا الليبيين كانوا اول ناس، القطريين بدون ترتيب، يعني السعوديين، الكويت، الامارات، امريكا، طبعا بعض الزيارات السياسيه، قطر، بعض اسف تركيا، الولايات المتحده الامريكيه، انجلترا، صباح اليوم كان فرنسا. يعني تقابلنا مع لقاءات سياسيه كثيره جدا، وفي نفس الوقت كان فيها رساله واحده، نحن يعني معكم وسوف ندعمكم ونعلم ان هناك، وطبعا الحكومه ممكن تدعم لكن القطاع الخاص مش هيجي الا ما يكون بالنسبه لنا الموضوع يعني فيه مربح. فهو يعني برغم الصعوبات الاستثمار اللي اكيد حضراتكم ممكن او يعني اكيد حضراتكم مليتوا عنها مجلدات، لكن بالرغم من ذلك هناك ايضا من المحفزات اللي بيساعد الناس ان هي او بيحفز الناس ان هي تستثمر في مصر. او كان من اول الخطابات اللي كتبتها كانت رئيسة الصندوق النقدي الدولي في خلال نفس الاسبوع او بعدها، كان بعد العيد عشان ابقى صادق، يعني جت زارتنا وكانت اعطت رساله ايجابيه الى مسانده المجتمع الدولي لمصر في خطتها للاصلاح المالي. من ناحيه دعم الموازنه عندنا بليدجز بحوالي 6 مليار، سواء اذا كانت من السعوديه او من قطر او من تركيا. الولايات المتحده الامريكيه في البروسيس ان احنا برضه يعني نعمل جزء من الاموال لدعم الموازنه. من الاستثمارات اللي فعلا يعني حضرت توقيع الاستثمارات بحوالي 3 مليار، انا نفسي حضرت التوقيع بالاضافه لاستثمارات اخرى طبعا وقعت بدون حضور رئيس الوزراء. هناك ايضا بليدجز من بعض الدول للاستثمارات في مصر بحوالي 16 مليار دولار. يعني هناك، وهذا بعد اقل من يعني من شهر ونص او شهرين من بدايه عمل الحكومه. لا ادعي ان هذا فضل من عمل الحكومه، لكن برضه نقدر نقول ان هناك كان الكثير يعني كثيرين من ينتظرون استقرار هذا البلد حتى يعودوا ايضا الاستثمار، يعني يعودوا الى دفع الاستثمارات في هذا الوطن. البورصه المصريه بلا شك الاداء بتاعها تحسن كثيرا خلال الفتره الماضيه حتى وصلت لاعلى مستوى منذ بدايه الثوره في العام الماضي. الحكومه اعطت رساله، ودي رساله حقيقيه، انها سوف تحل مشاكل المستثمرين العالقه الموجوده حاليا، طبعا اذا كانت خارج المحكمه او كان فيها مشاكل قضائيه وما الى ذلك. وفعلا وضعنا على نفسنا او برامج زمنيه لحل مجموعه من المشاكل، ليس فقط لنعطي رساله ايجابيه لان فعلا جادين على حل هذه المشاكل. يعني انا حقيقه يعني انا شفت كيسز بنفسي، يعني
حاجه مذهله. يعني مثلا واحد خلص 80 وعنده ارض يعني 100 وحده، خلص عمله في 80 وحده، فسحبوا منه الاثنين اللي فاضلين، يعني قالوا انت ما انتش جاد. فطبعا لو الواحد يعني يريد ان يعطل العمل يقول ينظر الى ان هو اشتغل في 80% فقط وال 20% ما عملش فيهم حاجه، وال 20% دول يسحبهم. لكن لو واحد عايز يشجع العمل ينظر بالتاكيد ان هو اشتغل 80% وبذل مجهود وحط انفستمنت. فبالتالي هناك يعني اشياء كان فيها تعنت، خلينا نقول برضه كان فيها شيء من الخوف يعني في الفتره الماضيه. فان شاء الله دوت مش موجود معانا. هذه الحكومه اتت بعد احنا لسنا منتخبين، لكن حكومه مستقره وكلفت من رئيس المنتخب انتخابا يعني شعبيا ورسميا وحر، وكان اول رئيس منتخب في تاريخ مصر الحديث. فبالتالي هذه الحكومه تستمد قوتها من ذلك، وعندها القدره على اتخاذ القرارات السليمه في مصلحه هذا الوطن. فحل مشاكل المستثمرين الحقيقه من العالقه القائمه يعني في اهميه اولى ان احنا يعني نقيم العداله، لان يعني الناس دي فعلا مظلومه. الناحيه الاخرى هذا سوف يعني بالتاكيد immediately هيكون في توليد فرص عمل، لان هذا العمل المتوقف سيتم استئنافه. هذا المستثمر سوف يقوم بدفع اموال اضافيه لاستكمال الاعمال والاعمال الثانيه، وبلا شك ان هو برضه سوف يدعو الاخرين الى الحضور الى مصر للاستثمار. بدون ما اطيل عليكم، احد الثمار اللي احنا بنعتقد ان احنا يمكن ان نقطفها الان، وانا يعني النهارده الثلاثاء، اعتقد يوم يعني هشام بيه زعزوع يقول لي يعني يوم ايه يعني ممكن نتكلم على يوم السبت، نتكلم على يوم الاحد، هي موضوعات السياحه. لان احنا لدينا من البنيه الاساسيه الموجوده، لدينا المطارات، لدينا الرحلات، لدينا رغبه السياح، ما زال بفضل الله نهر النيل موجود، المعابد موجوده، الخبره الفنيه في 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 اداره السياحه موجوده. كل اللي كان بينقصنا طبعا مش حاجه بسيطه، كان موضوع الامن. واعتقد كلكم تشاركوني الراي ان هناك تحسن كبير في الامن على الارض. يعني انا بس عايز اقول مثلا حاجه، يعني يمكن مثلا انا كل يوم طبعا بيجي تقرير عن عدد الاعتصامات والاضرابات وما الى ذلك، فتجي لي صفحه طويله، فانا عندي يعني برجع بقى للباك جراوند بتاعي يعني الهندسيه، فبشوف كده احاول اشوف الارقام دي كام في الميه. فبتلاقي رغم ان العدد اللي بيظهر الى الناس في التلفزيون او في الجرائد عدد كبير، 500 هنا و200 هنا و400 هنا العدد ما زال الاجمالي لا يزيد في اسوء الحالات عن 5%. يعني و5% ما هماش مستمرين طول الوقت، يعني 5% بتطلع وبتنزل ومطالب ممكن الاستجابه ليها. فقصدي ان العامل المصري ما زال هو فعلا العامل المسالم الذي يجتهد في عمله. هناك بعض المشاكل اللي احنا يجب ان نواجهها وبنواجهها في موضوعات الامن، قطع الطرق لا نسمح به، بنكون حازمين في قطع الطرق. اعتقد انا كنت بحكي برضه مع زملائي في الداخل موضوع ما حدث حول السفاره الامريكيه، رغم يعني السيده السفيره طبعا من وجهه نظرها ان هو ما كانش شيء ايجابي، واحنا نؤكد على ان هو كان شيء سلبي للغايه. لكن بالنظره التفاؤليه لو حبينا ننظر على النظره الايجابيه الاخرى، لاول مره منذ الثوره نجح الامن المصري والحكومه المصريه في التعامل مع الازمه بفصل المتظاهرين الحقيقيين السلميين عن المتظاهرين الاخرين الغير سلميين الغير حقيقيين، لا استطيع حتى وصفهم المتظاهرين، بل كانوا بالمعتدين. هذا الفصل اتاح للامن لاول مره ان هو يقبض على عدد كبير منهم. وانا كما صرحت من قبل يعني بنعتقد او عندنا معلومات باعترافات منهم انهم اخذوا فلوس، منين لسه احنا نعرف ان شاء الله. لكن هذا اداره هذه الازمه نجاح ان احنا فصلنا المتظاهرين الحقيقيين عن الغير حقيقيين، ونجح الامن انه يقبض على عدد كبير منهم ويعود من ميدان التحرير مره اخرى. وطبعا في اعمال تطوير مبدئيه بتتم فيه حتى يعني نسعد بيه زي ما احنا كنا، يعني احنا كلنا شعرنا. انا كنت بره مصر ونزلت مصر يوم 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 بعد خروج حسني مبارك، هو خرج يوم الجمعه، انا كنت هنا يوم الاحد، انا كنت في تونس. نزلت بدايه التحرير وبكيت.
فنفسنا نرجع الايام ديت. فانا عايز اقول ان هناك الكثير الذي